شاء الله ما تطوف سنة إلا وأنت شايل ولدك بيدك. أنا ما أتمنى هالمنوة حق نفسي ولا حق غيري. أنا ما أبي عيال. ما أبي عيال، وأقول كل شيء خيرة. وخيرة إن أنا وياك ما يبنى عيال ولا بيفكر بالموضوع أصلاً. ليش؟ شنو ليش؟ مو شايفة الوضع؟ ما تشوفين الحال حواليك؟ كل شيء تغير. الدنيا راحت. أهم شيء فيها تغير وراح. الأمان راح. ليش أجيب عيال وأقعد أظلمهم وحاتيهم؟ بسم الله عليك، أنت ليش قاعد تقول كذي؟ ليش قاعد تحكي هالحكي؟ سمعيني عدل. قلت لك لا تعيدين الموضوع هذا مرة ثانية، فاهمة؟ أنا ما أبي عيال، يعني ما أبي عيال. ودواج هذا توقفينه بسرعة. ما بيش تاخذين مدوى. ما نبي عيال خلاص. ما حد فينا ضامن شيء. إحنا مو ضامنين لا الوقت ولا البشر. وتوكل على الله بكل شيء. إذا تبي تضمن الأمان حق عيالك كد وتعب واشتغل عشان تضمن نفسك أنت وعيالك. أنا مستعد أكلف ليل مع النهار، لكن العيب مو فيني. شتيت أنت ما تفهمين؟ العيب بالوقت اللي إحنا فيه. امشي امشي وياي، امشي عند أمي. لازم الكل يدري إن أنا ما بذرية عشان لا يحنون على راسي وفتحون معي الموضوع هذا مرة ثانية. امشي. عزيز جنيت أنت، هذا موضوع بيني وبينك ما يصير يطلع من الغرفة. هذه أمك. عاد انت شوف التفاصيل. اي تفاصيل يحطون جنطتها ويطرشونها ليش؟ هذا سلكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يبا. هلا 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 يبا. هلا يبا محمد، شلونك؟ هلا اخوي عبد العزيز، بخير. انت شلونك؟ الحمد لله تمام. انا ظاهر دخلت عليكم وانتوا تكلموا موضوع خاص. لا يبا، انت العود ولك الراي والمشوره بعد. هو انت مستشارنا، انت اللي اقبلت علي. خلاص اضعف يطيح كل شيء يا حالاتك. بسم الله عليك. تسلمون، لا خلا ولا عدم. ولا منك يا يمه، ولا منك. ما يبا، انا بغيتكم موضوع. لطيفه ما هي راضيه تقتنع للحين. انا استاذن امشي، ايكم وقت ثاني، لان عندي مشوار مهم. مع السلامه. حياك الله يبا. هلا حياك الله. لطيفه. هلا. شفيك واقفه هني دشي. ايه الحين بدش. يبا يما، تزعلون اذا قلت لكم ما بي ذريه؟ يما هذا قرارك، بعدين هذا شيء بيد رب العالمين، لكن اذا تقدر وتمنع هذا شيء ما يرضينا ولا يرضى ربك. عبد العزيز، انا ودي لك بالولد، الولد عزوه، حتى يشيل اسمك واسمي بعد. يبا تكفى، انا اسف اذا ضايقتكم. تكفون، لا تعيدون هالموضوع. انا ريال ما ابي عيال، ما ابي ذريه، لا انا ولا لطيفه. لا تفتحون معنا هالموضوع. لطيفه لطيفه لطيفه، تعالي دشي، تعالي ابيك. امشي قدامي، امشي امشي. قولي لهم، قولي لهم يبون يسمعون منك. قعدي هني، قعدي قعدي، قولي لهم عن قراري انا وياك. تحكي ايش فيك مستحيه؟ انا اقول لكم توها ما هي راضية تحكي. أنا شايف هالزمن هذا زمن ردي، زمن أغبر، ما في أمان. ماني جايب ولد، إيش حق جايب ولد يتغربل طول عمره ينطر بيت والأخير ما يلقى مكان يسكن فيه، ولا أنا جايب بنت تقعد تكرف وتدرس وبالأخير ما تلقى وظيفة. ما بعيب عيال يأكلونهم ذيابة. بسم الله علينا الرحمن الرحيم. إيش هالكلام اللي تقوله يا يمه؟ أي ذيابة؟ أمه لنا ذيابة. بسم الله علينا، هذا الصدق يمه. زمننا هذا ما في أمان. أنا ماني حاسس بالأمان يا جماعة. سم بالرحمن يا ولدي، الأمان موجود والخير موجود بعد. يا يبا زمنكم غير عن زمننا، وزمننا غير عن زمن عيالنا. إيش فيكم يا جماعة ما تفهمون؟ إيش فيكم؟ الخير والعز اللي أنا شفته أبيهم يشوفون عيالي، ليش ينحرمون منه؟ عيالك إن شاء الله بيشوفونه يا يمه، بسلامة أبوك وبوجوده. عنده خير إن شاء الله، بيكفي عيالك وعيال عيالك. لا تحاتي. وليش أخلي مرتي تتعذب وتعاني وبالأخير ماكو شيء، ماكو نتيجة؟ إيش حقه؟ أنا أدري، أنا أدري عن أشياء وايد أنتم ما تدرون عنها. يمة، أنت تحسبين القهر اللي فيني من شيء هين؟ لا، أنتم ما تدرون عن شيء. أنا ريال لي نظرة، أنا شايف بينا شيء شاي، بينا عافور عود بشيل الكبير قبل الصغير. الله يستر منا ويحفظنا. أي عافور يا يمة؟ أي عفور؟ اسم الله علينا، لا تعطي الأمور يا عبد العزيز أكبر من حجمها. اذكر الله يا وليدي، اذكر الله، قل لا إله إلا الله. ألف من ذكرى، ألف من ذكرى، لا إله إلا الله. عبد العزيز، لو كل واحد فكر مثلك كان ما حد تزوج وما حد جاب عيال. كل شيء بيد الله يا وليدي،
كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. أنا يوم إني صغير ما كان عندي شيء، ما كان عندي اللي عندكم، لكن الحمد لله اشتغلت وسعيت لين الله رزقني وعيشكم أحسن عيشة. هالشيء بيدك أنت يا ولدي، لازم ما تتشائم وتقعد بس تنتقد، أخذ كل شيء بيدك بذراعك. والأمان يا ولدي أنت اللي تخلقه. وبعدين لطيفة شنو ذنبها؟ شنو ذنبها أنك تحرمها أن يصير عندها ظنة؟ ليش؟ أنا مو بس خايف على عيالي، أنا خايف على لطيفة لا يصير فيها شيء من عيادة لعيادة. مي حالة هذه، تحمل وتطيح، تحمل وتطيح، وكل مرة نقعد على أعصابنا، حملت ولا ما حملت، حامل ولا مو حامل، لين متى بس ملينا نفتك من هالسيرة. ما أبي أسمع هالكلام هذا، خلاص أنا ما أبي عيال. عزيز هذه لطيفة، إذا أنت خايفة مني أنا ريال ما أبي عيال، وهذا اللي قاعد يصير هذا خيرة لك، صدقيني هذا خيرة أن الله ما عطانا عيال. أنا ما أبي عيال يا جماعة. عزيز هذه أمور شخصية ما لها داعي أحد يعرفها. لا أنا أبي أمي وأبوي يسمعون، لأن هذا قراري أنا وياك، عشان لا يفتحون معنا الموضوع مرة ثانية. صادقة لطيفة، هذا قرار قراركم، بينك وبينها أنتوا تحجون فيه. وبعدين يا أمه ما يجوز تقول هالكلام، أنت ريال تخاف ربك، تصلي وتسمي وتقرأ قرآن، ما يصير تقول كذي. وكل واحد أي ورزقه معاه. يا أمه احمد ربك على النعمة اللي انت فيها، احمد ربك احنا بخير وامان. عزيز 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 لطيفة لطيفة لطيفة، ايش فيه؟ ايش اللي وصلها المواصيل؟ ايش صار؟ خالتي ما سويت علي انت حكيت، بس هم زين فرق اللي بقلبه كله وطلع اللي بجبته كله زين احسن. والله خالتي معقول الكلام اللي يقوله؟ مو معقول، مو معقول هالتفكير اللي قاعد يفكر فيه. ايش صار له؟ ما صار حتى وهو نايم يفكر افكار تكدر، افكار مني هينه، ما ادري ايش اسوي معاه. خالتي حسرتي على وليدي، يا حسرتي بدا يخوره وبدا يهثري، ما ادري ايش يقول. ما يخالف خالتي بس تكفين، احنا لازم نتحمل الحين، لان انا نسيت ابشركم اصلا هو صار ياخذ دواء. عبد العزيز، هلا هلا عمتي. هلا بعد عمري. هلا فيك، حياك الله. هلا، شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله. وينك؟ عسى ما شر اختفي، لا حس لا خبر. عيست وانا اسال مكانك، ما قطعتني حجوه. الحين بذمتك انا في دبي تسال علي وتواصلني، الحين يوم جيت الكويت ما ادري عنك، عسى ما شر صاير. ما لام ما لام يا عمتي، تكفين لا تلوميني. خير يا بعد عمري؟ تعبان تعبان وايد تعبان. بسم الله عليك، من شنو تعبان؟ هلا والله، هلا فتوح. هلا شيخة. يلا من يانا. هلا حبيبتي. هلا وغلا. هلا هلا والله. هلا بعد عمري. هلا لطيفتي. هلا حبيبتي. حبيبتي صدقين قلبي شبضوا عليه، قلت بتطمن عليه صاير. ما قصرت يا عمتي. انزين قولي من شنو تعبان يا بعد عمري؟ مليت من الأدوية ومن الحنة، من كل شيء مليت. بسم الله عليك تعبان، خذ مريتك وروح ارتاح، ودي رأيك. اي بعد عمري روح ارتاح. حبيبتي خالتي. بسم الله عليك. علي تفضل أبيك. أنت عزيزة وغالية يا فتوح، بس أنا ما حبيت يعرف، لأن ما حد يهون علي عياله. شلت الهم بروحي، ما حبيت أحد يشيله معاي. قلت لين لين يتشافى ويتعافى، ما بحد يعرف عنا أي شيء. ليش يا شيخة؟ ليتش قايلت لي؟ ترى أنا أختك أعين وعاون. أدري والله يا فتوح أدري، بس هذه كانت رغبتها قبل لا تكون رغبتي. ما يبي أحد يعرف عن حالة الاكتئاب اللي هو فيها. المرض والاكتئاب مو عيب، والحين كل شيء لعلاج. بس هذا بكري، تعرفين شنو يعني بكري؟ يعني معتمدة عليه في كل شيء، في شغلنا، في بيتنا، إيدي وريولي، يخدمني أنا ويخدم أبوه. ولما دخل الانتخابات قلت أشوى، مو خادمك أنت يا أم عبد العزيز، بيخدمك أنت وأبوه وبيخدم ديرته وعيال ديرته. لكن الظاهر الحمل ثقيل عليه وما قدر يتحملها يا ولدي. ربك قادر يرده وأحسن من الأول. قولي إن شاء الله. إن شاء الله يا فتوح.
إن شاء الله، الله كريم. أنا كنت ناوية أمرك عشان أكلمك بموضوع يخص محمد. يلا يبا خرتونا، بنتك هذه وينها؟ يلا كاهي كاهي نازلة وراي. ترى إذا ما جيت بمشي. تصدق يا سعود؟ تصدق إن عيال شيخة وخالد يبهرون الواحد قريبين؟ ليش بعد؟ ما أدري، بس زواج بسمة حق زواج محمد تماماً. أنا مستغربة شيخة شلون رضت، شلون محمد قدر عليها؟ شيخة ما حد يقدر عليها. الإنسان العاقل لما يحطونه بموقف وشغل مخه يفاجئ الناس بتصرفاته، بعدين اللي إيده بالماء مو مثل اللي إيده بالنار. ولا تشمتين حشا، والله لا تشمت ولا شيء، كل السالفة أني أنا مبهورة ومستغربة بس. ترى كل اللي تحكى بالناس ينضرب، وانت عندك بنية وكما تدين تدان، ديري بالك. بنتي إن شاء الله أمورها زينة وما عليها خوف. إن شاء الله نيتي صافية والحمد لله، والله عالم فيها. وبعدين محمد مثل ولدي وشيخة مثل أختي، اللي يفرحها يفرحني واللي يزعلها يزعلني. فيك الخير يا يسرى، وعسى الله يفرحك دائما إن شاء الله. الله عالم بالقلوب. يلا يبا ما خلصت أي بلا خالصة. يلا عيل مشينا. تصدق أحاتي؟ إيش تحاتين؟ أدري ماني متعودة على كذي. إيش في كذي؟ يبا مو أول ناس، بدل ما تروحين بروحك ويا البنات وأنا قاعد بروحي، مو أحسن كذي؟ جايز جايز جايز. خلاص يبا، هذه فرحة حمود آخر العنقود، عاد لا تفوزين بعرسه. آخر العنقود، ربط العنقود على رقبتي وزنطني، سوى اللي يبي، ساحر. إيش بيدي ما بيدي شيء. ذيب على قولتك، مثل أبوه. ها إيه. فيك انتي لا تحنين عاد، خلاص ان شاء الله جايين. انا علي من الساعة 7:30 وانا ذاهبة. البنت بتخلص كاه نزلت. يلا مع السلامة، يلا مسافة الطريق. يلا مام انا جاهزة. وين ثيابك؟ ايش حقا ما بدلتي؟ لابسة وجاهزة. ان شاء الله تبي تطلعين معي كذي؟ ايه. اقول كارمن في نفنوف أنا مزهبتها حقك فوق، روح البسيه عشان نطلع نروح تأخرنا. يلا حبيبتي. ما ما حبيته مش راح ألبسه. ما يصير، مو كيفك انتي، ما حبيتي على الأقل نفنوف طويل من تحت. لا تخافين اجمومك صيرة. يلا روحي. ما منه على ذوقي كارمن، لا تناقشين. وبعدين معاك. يلا حبيبتي يلا تأخرنا يلا. أو ماي جاد مام. لا حول ولا قوة إلا لا العلي العظيم، هذه حالة. معقولة كوكي كل هذا زعلان؟ ليش قلت لك غير ثيابك؟ وأنا اللي عادة نفسي أمك وخاف عليك، يعني معقولة ما تبي نتحجى ولا بطل حلجي؟ شوفي أنا موضوع العادات والتقاليد ما أحب أحد يناقشني، أنا إنسانة تقليدية ما أحب أطلع عن عاداتي وتقاليدي اللي تربيت عليها. يعني صج أنا ذوقي غير ذوقك، بس المفروض أنت تقدرين وضعي. مام كل مرة بيعجبني ذوقك، بس هالمرة مني قادرة، حاسة شكلي كتير غلط. ولا غلط ولا شيء، طالع روحك إش حالاتك شنك البخت. ما علي بعد عمري، هالمرة سامحيني زين، وخليها تطوف. المرة الجاية لك وعد مني، بسوي لك حفلة عندي في البيت، أو بخليك تعزمين رفيجاتك شلب الجامعة كلهم، وتلبسين على كيفك، الشيء اللي يعجبك ويناسبك، وصدقيني ما راح أبطل حلجي ولا راح أتكلم. عن جد؟ أكيد عن جد. شكرا مام. يا بعد روح مام بديتك. ها شوفي طالعي طالعي وجهك إيش حالاته وأنت تضحكين. يا بعد عمري حبيبتي.